واحد بيقول مكتوب في العهد القديم قاوم الجاهل بمثل حماقته لئلا يصير حكيما في عيني نفسه. الآية هو كتبها غلط فصححها. فبيقول هل هذه الآية تتنافى مع لا تقاوموا الشر بل اغلبوا الشر بالخير؟ هو ما قالش قاوم الجاهل، قال جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يصير في عيني نفسه حكيما. يعني في اوقات انت ترد على الجاهل لئلا يفتكر انه ماشي صح، وفي اوقات ما تجاوبش لان الايتين دول ورا بعض عند سليمان الحكيم. ولا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله انت. يعني اي واحد يلاقيك انت بتخبط وهو بيخبط يقول عليك انتم ناس، انتم الاثنين اشرار. فما قالش قاوم، قال جاوب على الكلام والحديث. يعني